عليكم، رجعت لكم بفيديو جديد. أول فيديو كنت عم بحكي فيه عن أقسام علم النطق. بهذا الفيديو رح يكون أول فيديو بسلسلتي الجديدة اللي هي رح تكون عم تحكي عن التأتأة. نعرف كتير مشاهير بيعانوا من التأتأة، في ناس حكت عنه بكل شجاعة، في ناس هربت من هذا الموضوع، في ناس قدرت تعالجه، في ناس لهلأ ما حدا بيعرف عنه شيء. عشان هيك قررت انه انا بلش بهي السلسلة عشان احكي لكم عن هذا الموضوع بشكل عام، عن علاجه اذا في له علاج، عن سبب ليش الواحد بيتأتأ اذا اصلا في سبب معروف، عن الاستراتيجيات اللي ممكن يستخدمها الشخص اللي بيتأتأ، عن انواع التأتأة، وعن ايمت الواحد ببلش يتأتأ. اول شيء خلينا نبلش بدراسه قديمه شوي صارت ب 2010 بعده قارات باسيا واستراليا وافريقيا وامريكا، بتقول انه 1% من اطفال الكون بيعانوا من التأتأة، تمام، وبتظهر عليهم اعراض تأتأة حقيقيه. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ايمت الواحد ببلش يتأتأ؟ بلش الواحد يتأتأ لما بصير عمره 20 سنه، ولا لما يصير شوي ختيار، 50 60 70 80؟ ما حدا بيعرف. اثبتت الدراسات انه الواحد اللي بلش يتأتأ ببلش يتأتأ من عمر احذروا شوي، لما الواحد يبلش يحكي، يعني لما الطفل ببلش يحكي. في اطفال ببلش تحكي من عمر سنتين، في اطفال ببلش تحكي من عمر 3 سنين. خلينا نقول انه الطفل بلش يحكي من عمر 3 سنين. من عمر 3 سنين لسن المراهقة في احتمالية انه الواحد يتأتأ، بعد هيك بتصير الاحتمالية كتير قليلة، تمام؟ الخبر الحلو انه بس 1% من هدول الاطفال بيضلوا عم يتأتوا، و 60-80% من هدول الاطفال بيعالجوا حالهم لحالهم. هاي الحالة اسمها غيزومي او غيميزيوم بالفرنسية، سوري، معناتها انه هنن بيقدروا يشوفوا حالهم لحالهم، وهيدا الشيء بيمتد، او احتماليه او فكره انه هنن يشوفوا حالهم لحالهم بتمتد لفتره المراهقه. واذا الولد او الطفل ما قدر يعالج حاله لفتره المراهقه بيصير كتير صعب، واذا صار فهي بتصير بحالات فرديه، تمام. ننتقل للشيء الدسم يلي هو شو انواع التأتأة. في عندي 5 أنواع رح أحكي لكم عنها اليوم. أول نوع هو التأتأة العصبية يلي هي ناتجة بسبب اضطراب عصبي، يعني مثلا الناس اللي بتاخد أدوية كتير، الناس اللي بتاخد دروب، مخدرات كميات كتير كبيرة، أو الناس اللي بصير مع شلل دماغي، أو الناس اللي بصير مع ورم دماغي، أو الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بتخص الأعصاب، أو حتى الناس اللي بصير معه شلاك أنفال. السبب العصبي بتصير ممكن يصير بأي عمر، ما في عمر محدد بيقول إنه لا أنت بيصير معك تأتأة بهذا العمر، أو أنت بصير معك تأتأة بهذا العمر. بالرغم من إنه قلت قبل شوي إنه التأتأة ممكن تبلش من هون لهون أو من عمر سنتين للسن المراهقة، بس في عوامل تانية بتلعب كتير دور كبير، اللي هي زي ما قلت هلا من شوي هي العامل العصبي أو العوامل اللي هي متعلقة بالأعصاب، تمام. شو الفرق بين الشخص يلي سبب التأتأة تبوته عصبية وبين الشخص اللي بتأتأ بشكل عادي؟ الشخص اللي بتأتأ بشكل عادي ممكن يتأتأ بالجملة 4 مرات، بينما الشخص اللي بتأتأ لسبب عصبي فهو بتأتأ بقلب هاي الجملة 10 مرات، يعني بيضل عم يتأتأ كل الجملة. يعني بنفهم من هذا الحكي انه الأعراض كتير قاسية وكتير حادة وما بتوقف، تمام. يعني الشخص اللي بتأتأ بشكل عادي هو في أوقات بتأتأ وأوقات لا، بينما الشخص اللي بتأتأ لسبب عصبي هو طول الوقت بتأتأ. تاني نوع من التأتأة هو السبب النفسي. من فترة على الانستغرام نشرت سؤال وأغلبيتكم جاوبوا بطريقة ذكية، وأغلبية الأجوبة كانت صح. هي مثلا في ناس قالت بسبب الخوف الشديد أو بسبب الصدمة، كلها تصح، بس في فكرة لازم ننوه عليها إنه الواحد ما ببلش يتأتأ لأنه هو خايف، لا، الخوف أو الصدمة أو مثلا اضطرابات الشخصية، أو شو في كمان مثلا
في عنا مرض يلي هو اسمه conversion شفتوهم يلي هو بيكون عبارة عن المريض مشخص عضوياً إنه هو ما في شيء بس نفسياً مريض. تمام؟ هدلول الناس أو هدلول الأمراض أو الاضطرابات كلياتها هي مانا سبب للتأتأة. تمام؟ هي عامل بيلعب دور بالتأتأة، وهي فكرة كتير حساسة ومهمة. الناس بتفكر لما أنا بخاف أو بصير معي صدمة ممكن تاني يوم تأتأ، لا، الخوف أو الصدمة ما بعد الصدمة أو اضطرابات شخصية هي عوامل بتلعب دور كتير كبير بالتأتأة، ولازم نفرق بهذا الشيء. تمام؟ ثالث نوع اللي هو اسمه بولتان، أو بصراحة ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس بهي الحالة بيكون الأشخاص بيحكوا بسرعة كتير رهيبة، أغلبيتنا ما بنفهم عليهم لأنه بيحكوا عن جد بسرعة كتير رهيبة ومتفاوتة، وفينا نقول إنه هن بيحكوا كمان بشكل متقطع. تمام؟ وهدول الناس بيعانوا من معالجة، إنه المعالجة تبعت أو معالجة اللغة بمخهم ما أنا كتير ظابطة، فهن بيعانوا من مشكلة بالحكي وباللغة، يعني بمعالجة اللغة وبالحكي. والعلاج بهي الحالة بتكون أو بيكون إنه نحن بقلب المعالجة نعمل لهم تمارين عشان تزيد التركيز عندهم وعشان يتعلموا، أو التمرين الثاني إنه هن يتعلموا إنه هن يحكوا بسرعة مفهومة أو جيدة. تمام؟ لهلا انتم معي. حكينا للثالث شيء. رابع شيء هو بيكون عبارة عن عسر التصويت التفاوتي. انا بصراحة ما مر علي ولا مريض من هذا النوع. هاي الحالة كتير قليلة، وهدلول الناس ما بيروحوا عند ناس مختصين بعلاج التأتأة، لا، بيروحوا عند ناس مختصين ب علاج الصوت، لأنه هن بيعانوا من عسر التصويت، يعني إشي له علاقة بالصوت. وبالضبط إن الأحبال الصوتية بتكون مشدودة بشكل كتير كبير ومتوترة لدرجة إن هن بيحكوا بشكل ما هو واضح. للأسف ما فيني أمثلكم هذا الشيء لأنه أنا بصراحة لهلأ شفت ولا مريض بيعاني من هذا الشيء. خامس شيء اللي هو الميتوسموس أو الخرس. تمام؟ بنعرف كتير ناس بتعاني من الخرس سواء أطفال أو كبار. هذا الشيء ما له كتير منتشر بس ينبغي إنه نحنا نعرف هذا الشيء. المعلومة اللي نسيت أقولها إنه الناس اللي بتحكي بسرعة كتير كبيرة أو حتى الأطفال اللي بيحكوا بسرعة كتير كبيرة، ما بعرف إذا أنتوا بيئة تبعوتكم في عندكم أطفال بيحكوا بسرعة كتير رهيبة، الناس اللي أو الأطفال اللي بيحكوا بسرعة كتير رهيبة بيتزامنوا مع أو هيدا الاضطراب بيتزامن مع الدأتأة. تمام؟ هو ما أنه شيء منفصل، أغلب الأوقات بيكون متزامن مع بعضه. هذا كان كل شيء لليوم. إذا في عندكم أسئلة اسألوني بكل سرور. شكرا أنكم شفتوني. إذا تعلمتوا شيء جديد أو تعلمتوا شيء جديد حطوا لايك. الفيديو الثاني رح أحكي لكم عن تعريف التأتأة، وعن كتير شغلات بتخص التأتأة، بس رح أتركها مفاجأة. شكرا كنت تابعتوني. مع السلامة.